بين أروقة هذا المكان المليء بتفاصيل مبهرة جمعت بين الدقة في التجسيد والعين التي رأت الجمال ووظفته في لوحات تحمل الخط العربي. يجلس الخطاط فرج آل رشي يخط أجمل اللوحات مكملاً حكاية عمره التي ابتدأت في الخط العربي منذ طفولته دون أستاذ يشرف عليه، لتصبح حصيلة سنواته 44 سنة في هذا المجال من الإبداع والتميز والتفنن بالحرف وتطويعه. الخط العربي كان بالنسبة لي موهبة من وقت ما كنت صغير الصف الأول، يعني والدي الله يرحمه كان أستاذي بالمدرسة، فشاف اهتمامي بالخط باللاوعي عند الطفل بأنه خطي حلو أحسن من خطوط رفقاتي بالمدرسة. طبعاً ظل هو يهتم فيه للمرحلة الابتدائية، بعد منها وقت أنا دخلت المرحلة الإعدادية صار عندي اهتمام بموضوع الخط وتحسين الخط، يعني هيك لحتى وصلت للمرحلة الثانوية. بالمرحلة الثانوية صار عندي تبلور بالنسبة لموضوع الخط العربي كفن، صرت بقالي كل ما أنا يطلع الأستاذ من خارج الدرس أكمش الطبشورة وأكتب أنا على اللوح وبعض الخطوط، يعني طبعا أنا ما كنت ميز خط عن خط يعني إلا بالفترة الأخيرة لما صرت بالبكالوريا، طبعا صار عندي المام منيح يعني بأنواع الخطوط. بالفترة الأولى يعني لسنة الـ95 أنا بدون معلم، لسنة الـ95 بدون معلم تعلمت الخط أنا بفضل من رب العالمين لحالي، متابعتي لبرامج التلفزيون للإعلانات للكتب للمراجع للقصاصات الورقية، قلد الأحرف قلد الخطاطين القدماء، فكانت مرحلة حلوة لحتى وصلت لمرحلة أني لازم أنا أدرسه يعني دراسة، لأنه إذا ما درست دراسة ما بقدر أنا أعطي، ما بقدر أعلم جيل، ما بقدر أنا أقدم رسالتي أنا بشكل مضبوط وصحيح. فأنا لازم أعرف أنه أنا كل شغلي كان تعليمي كلته مو على قاعدة. فمن هذيك الأسناب من سنة 95 لقدام أنا صرت بقالي أشتغل على الميزان، أشتغل على القاعدة، لأنه لازم الخطاط يعرف القاعدة، لازم يعرف الميزان، لازم يعرف وين ماشي هو. بكتب يعني كل الخطوط عدا طبعا الخط الكوفي، لأن الخط الكوفي يحتاج إلى مسطرة ومنقلة وبيكار وهي، فأنا ما عندي صبر له. بينما يعني أنا بفضل من الله تعالى شوي شوف حالي أنا بخط النس تعليق، بالخط الفارسي النس تعليق بكتب فيه يعني الحمد لله أجيد فيه. وعندي كمان خط السلوس، خط النسخ، خط الديواني والرقعة، هدول الخطوط بنستعملها دائما كتير يعني. بس إذا بدنا نكتب نحن عبارة بدنا الخطاط بده يلاحظ إنه هذا الخط بيخدم هالعبارة ولا لا، يعني ممكن أنا أشوف عبارة حلوة ممتازة ما أقدر أنا أكتبها بالخط الفارسي، بدها خط سلوس يعني جماليتها ما بتبين إلا بهذا الخط، وأحرفها ما بتساعد إلا إذا كتبتها بالخط السلوس. أداة الرئيسية بالنسبة للخطاط هي الأصبع، وطبعاً لا يعترف بالخطاط إلا إذا كان عم يكتب بالأصبع، فالأصبع هي الأداة الرئيسية بالنسبة للخطاط. عندي مبدأ واحد أساسي هو إنه يلي بده يصير خطاط بده يكون عنده إحساس مرهق جداً، بده يكون عنده صاحب خيال في رسم الحرف واسع. وبعدين أنا دائماً بقول لطالباتي وطلابي إنه يلي بده يتعلم الخط أو يلي عنده محبة للخط ما بيتكفي المحبة للخط، لازم يكون عنده عشق للحرف العربي. لما بيكون عنده عشق للحرف العربي ساعتها ممكن يتعلمه بسرعة، بيتعلم سره للحرف وبيعشق الحرف وبيسيطر هو على حرفه وبيسيطر هو على أصبته وبيسيطر على كل شيء. 44 سنة لهذه الموهبة التي كبرت مع الخطاط فرج آل رشي، ولا زال يسقيها حتى هذه اللحظة بالعشق والحب
بتذوق الحرف لتثمر لوحات فنية غالية الثمن في قيمتها المعنوية قبل المادية.